الدكتور عبد الواحد النبوي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر، تولى حقيبة وزارة الثقافة لعدة أشهر في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، وأول خريج من جامعة الأزهر يشغل هذا المنصب. عمل رئيسا للإدارة المركزية لدار الوثائق القومية في عام 2010، ثم أصبح مديرا للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. أقيل من منصبه كمدير للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أثناء تواجد جماعة الإخوان في الحكم، بعد إنهاء ندبه وثلاث قيادات بدار الكتب والوثائق القومية فيما عرف بمذبحة دار الكتب. ثم عاد النبوي لمنصبه وأشرف على إنشاء مبنى دار الوثائق في الفسطاط. عمل مديرا لمشروع تطوير وميكنة الوثائق، وشغل منصب أمين الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف.